تم تصميم مرشح هواء FVG سيسلو فلو ثنائي المرحلة للاستخدام في ظروف التعرض للاتربة الشديدة ويجب ان يلاحظ مستخدم مرشحات هواء سيسلو فلو ان شركة دونالدسون توصي بالتحديث الى مرشحات الهواء الحديثة بتقنية FRG ريديال سيل وسوف يتم سحب قطع غيار مرشح هواء FVG القديم بالتدريج ولم تعد متاحة ومع ذلك فعلى مستخدم مرشح الهواء FVG اتباع خطوات الخدمة التالية الخطوه رقم واحد افحص مؤشر صيانه الفلتر ينصح باستخدام مؤشرات صيانه الفلتر المركبه على نظام تنظيف الفلتر لمراقبه مستوى تقييد تدفق الهواء في مطهر الهواء فضلا عن بيان موعد اجراء الخدمه خلال التشغيل العادي استبدال الفلتر فقط عند وصول مستوى تقييد التدفق الى الحد الاقصى الموصى به من قبل مصنع المحرك او الجهاز. إذا كان مستوى تقييد تدفق الهواء محل شك أو كان في مرحلة اختبار التقييد الأولي لتدفق الهواء، فعليك بإزالة مؤشر صيانة الفلتر وقياس تقييد تدفق الهواء في النظام باستخدام مقياس لتقييد تدفق الهواء من النوع المجهز بساعة أو مقياس لضغط المياه. للتعرف على المزيد حول مؤشرات تقييد تدفق الهواء من دونالدسون وأدوات القياس انظر الوحدة الثامنة عشر ألف الخطوة الثانية افحص صمام التفريغ فاكتور فالف اغلق المحرك في الموديلات المزودة بصمام تفريغ فاكتور فالف تتقلص مرات صيانة قدح تجميع الاتربة الى الحد الادنى كل المطلوب هو فقط فحص صمام التفريغ فاكتور فالف للتأكد من عدم التوائه او تلفه او انسداده إذا كان الصمام يبدو كأي من هذه الصور فعليك استبداله على الفور. لا ينبغي السماح للأتربة بالتجمع بالقرب من الحاجز بدرجة تزيد على واحد بوصة. الخطوة الثالثة أزل الفلتر الأساسي وافحص فلتر الأمان ببصرك. عندما يشير معدل التقييد إلى ضرورة صيانة الفلتر قم بفك الصمولة المجنحة وأزل الفلتر الأساسي. افحص ببصرك فلتر الأمان وتأكد من استقرار فلتر الأمان في موضعه في الحاوية. لا تزل فلتر الأمان إلا إذا كان تالفا أو حان وقت تغييره يجب استبدال فلتر الأمان بمعدل مرة واحدة لكل ثلاث مرات تغير فيها الفلتر الأساسي أو كما هو موضح من خلال مؤشر خدمة دونالدسون سيفتي سيجنال إذا كان فلتر الأمان يحتاج إلى تغييره أزله واستبدله على الفور إذا لم يتم تركيب فلتر الأمان الجديد في الحال احرص على تغطية الفتحة لمنع الملوثات من الدخول إلى المحرك الخطوة الرابعة ركب الفلتر الجديد امسح الحاوية بقطعة قماش نظيفة مبللة يقول مصنع المحركات بأن بضعة جرامات فقط من الأتربة كفيلة بإحداث ضرر بالغ بالمحرك تأكد من أن منطقة إحكام غلق أنبوب المنفذ نظيفة وغير تالفة قبل تركيب الفلاتر الجديدة قبل تركيب أي فلتر جديد افحصه للتأكد من عدم وجود أي تلف ناتج عن عملية الشحن والمناولة لا تركب فلترا تالفة افحص حشية منع التسرب بعناية عند تركيب فلاتر جديدة، استخدم جلبات عزل جديدة دائماً لضمان إحكام الغلق أعلى فتحة الاحتباس في الطرف المغلق للفلتر. ومن المهم أن يتم تثبيت الصامولة المجنحة على فلتر FVG الأساسي الجديد، حيث إن حلقة الإحكام تساعد في إزالة الفلتر كذلك. وقد يؤدي عدم استخدام المشبك إلى صعوبة في إزالة الفلتر من حاويته. الخطوة الخامسة الفحص النهائي. أعد ضبط مؤشر معدل التقييد وافحصه للتأكد من أن جميع الوصلات في نظام مرشح الهواء محكمة الغلق وخالية من أي تسريب. لكي نختتم وحدتنا التدريبية دعنا نلخص خطوات الخدمة المقدمة. افحص مؤشر صيانة الفلتر. افحص صمام التفريغ فاكتور فالف. قم بإزالة غطاء الخدمة إن وجد ثم قم بإزالة الفلتر الأساسي المستخدم. افحص فلتر الامان بالعين المجرده اذا كانت لا تجرى الصيانه على فلتر الامان فلا تقم بازالته لفحصه في حاله اجراء الصيانه على فلتر الامان قم بازالته وفحصه قم بتركيب فلتر الامان ان وجد ثم قم بتركيب الفلتر الاساسي افحص نظام الهواء باكمله للكشف عن اي مكونات متاكله او مرتخيه تم توفير هذه المعلومات عن الصيانه كدليل حول افضل الممارسات ومع ذلك فلا يقصد منها ان تحل محل تعليمات الخدمه المتوفره من قبل مصنع المحرك او المركبه الخاصه بك